إيه. شكرا لتابونا، بس لويس على المقدمة الجميلة اللي قالها عليا. أحيانا يعني أشعر إني ما استاهلش ولا حاجة من الحاجات اللي قالها. وإذا كان أوتسابونا يعني إدانا فكرة عن الحضارة القبطية، وإذا كان سيدنا الأنبا دانيال يعني مشكورا جمع لي 29 مقالة عن الحضارة القبطية عشان ينزلها في هذا الكتاب. فالحقيقة أنا دايما بقول إن جزء من هذه الحضارة الأساسية هي مدرسة اسكندرية اللاهوتية. يمكن احنا يعني كان لينا فرصة نتكلم بشيء بالتفصيل عن هذه المدرسة يمكن السنة اللي فاتت أو اللي قبلها مع بدايات الاجتماع، وذكرنا ايه يعني ايه معالمها وايه منهاجها وايه خطتها واساتذتها وعلمائها و و و و وكان من ضمن النموذج اللي احنا خدناه لهذه المدرسة هو واحد اسمه قديس كليمانتوس السكندري. فاكرين الموضوع ده ولا نرجع نعيده تاني، ولا مش كلكم كنتوا حاضرين او كده؟ برضو اتكلمنا اخر مرة اتقابلنا فيها كنا بنتكلم عن حاجة اسمها الاباء المدافعون، وان الاباء المدافعون هم الاباء اللي تصدوا للهجوم اللي كان ضد العقيدة المسيحية، وحددناهم في 3 فئات: هجوم ضد هجوم من الوثنيين، وهجوم اليهود، ثم هجوم المسلمين بعد ظهور الاسلام في القرن السابع. الحقيقة يعني لما جيت افكر النهاردة ممكن ادي ايه، فشفت ان في شخصية رائعة في التاريخ الكنسي وفي العقيدة المسيحية ما بيتسلطش عليها الضوء كتير، رغم ان هي شخصية محورية وجوهرية يكاد البعض يقول عنه ان هو اهم علماء الكنيسة على مر العصور في ال20 قرن دول كلها. بيلقب بامير شراح الكتاب المقدس. ليه بيلقب بامير شراح الكتاب المقدس؟ وايه اهميته في تاريخ الفكر المسيحي؟ وليه في ناس كرهاه؟ وليه في ناس يعني ضده؟ وليه لغايه دلوقتي ما حدش بيقول القديس اوريجينوس لكن بيكتفي بلقب العلامه؟ ده اللي احنا هنحاول يعني نجاوب عليه مع بعض النهارده. بس احب اسمعكم في الاول، يعني نتكلم يعني سمعوني الاول يعني بالبلدي كده، ماذا تعرف عن اوريجينوس؟ يعني فلنفترض انك انت جاي تسمع محاضرة عن اوريجينوس، أول حاجة أول معلومات عندك قبل كده إيه؟ أو عندك طبعا. نعم؟ إيه نشأته؟ مالها نشأته؟ إيه؟ حضرتك بتسألي يعني؟ لا يعني أنا عايز أسمع معلومات، يعني في حد عنده أي معلومة؟ معلوماتنا إحنا عنه يعني. عشان بس يبقى ايه، يبقى فرش الموضوع، نخش بعد كده. يعني انا عارف ايه اللي عند ايه اللي انتوا عارفينه ما اقولهوش، وايه اللي انتوا مش عارفينه اقوله. ايوه يا مدام. هدومه ديمتريوس الكرام. ايوه من اسقف تاني. برافو. هو كده حضرتك ما سبتيش حاجه اقولها الحقيقه، يعني انا كل النقط اللي كنت اقولها انت وحضرتك قلتيها كده، الموضوع اتقال خلاص. يعني انا كل اللي انا هعمله دلوقتي ان هعيد الكلام اللي حضرتك قلتيه من تاني. طب هل يوجد اضافات تانية؟ حد عارف صح المنهج بتاعه هو اسمه ايه ومعلمه ايه او كده؟ ايوه افندم، عشان حضرتك قاعد ورا اما عندي في اماكن قدام، لو حضرتك تقعد قدام ممكن تسمع. هو في مشكلة في الميكروفون يا كريستين؟ عشان هي ايه؟ طيب على اي الاحوال احنا هقول ان العلامة اوريجينوس هو الرجل الذي تشاجر بسببه قديسون مع قديسين، وكان شخصية محورية في التاريخ الكنسي زي ما قلت، بسببه قامت معارك كتير بين العلماء وبعضهم وبعض، وللاسف المعارك دي يمكن مستمره لغايه النهارده، يعني ما اقدرش اقول انها وقفت لغايه دلوقتي، لسه شخصيه جدليه محوريه. هو اتولد زي ما المدام قالت في مدينه اسكندريه
سنة 185 ميلادية. اسمه أوريجينوس معناها أوريجينوس، أور اللي هو حورس، وجينوس اللي هو من جنس يعني معنى اسمه من جنس حورس أو من نسل حورس، وده معناه إن هو أصوله مصرية خالصة. اسمه أو اسم والد ليونيدوس، ليونيدوس باليوناني يعني جي منها لاين بالإنجلش يعني أسد، وهو يبدو إنه كان أسد فعلا، لأنه أولا ربى ابنه على الشجاعة، وثانيا لما جه يستشهد ما ترددش يعني انه يقدم نفسه للاستشهاد. لكن هو الوالد قد كده كان شاعر ان ابنه ده قديس ونابغه وكده، لانه درك ان هو طفل لسه صغير كان بيحفظ اسفار مقدسه باكملها، فكان بيشوف ان الواد ده قديس وان الروح القدس بيسكن جواه، فكان وهو نايم كان بيحب يعني يقبل صدره ايمانا بان الروح القدس ساكن في قلبه، وان هو لما بيقبله بيقبل الروح القدس الساكن في داخله. وهو اوريجينيوس عنده 16 سنه اتعرض لتجربه قاسيه. جم الجنود الرومان قبضوا على والده، كان في عهد والي اسمه سبتمبيوس ساويروس. احنا كنا اتكلمنا عن الاستشهاد قبل كده، او يا رب تيجي فرصه نتكلم في النيروس او كده. احنا قلنا الاستشهاد في العصر الوثني بيقسم ل10 حلقات. الحلقه الاولى بتبتدي بالوالي نيرون وبتختتم بالوالي دقلديانوس. فالحلقه 1 سبتمبر سايروس ده كان واحد من الحلقات العاشره، انا مش فاكر الحلقه رقم كام بالظبط، لكن واحد من الحلقات اللي جه وقبض على ابوه وكان عاوز ياخده للاستشهاد. الولد قد كده كان متحمس وكان عنده يعني غيره قويه انه يروح يستشهد مع ابوه. فقال له خدني معاك يا بابا انا عايز استشهد زيك. امه بتقول له يا ابني ما احنا ملناش غيرك، يعني حشيته بالعافيه لدرجه تقول لك ان القصه ان هو ايه راح مكبيه الهدوم عنه عشان خاطر ما يلاقيش حاجه ياخد بيها قرار انه يطلع معاهم للاستشهاد. وهو والده في السجن بعت له رساله بيقول له يعني ما معناها ايه، لا تتراجع ابدا ولا تضعف من اجلنا، تمسك بالايمان وما تقولش همنا، احنا لينا رب يرعانا ويتولانا. بعد استشهاد الولد اصبح العلامه اوريجينوس هو العائل الاول للاسره، فكان بيقوم باعطاء دروس خصوصيه للطلبه واللي بيدرسوا في المدرسه الاسكندريه او كده. وفي نفس الوقت كان في امراه ثريه في الاسكندريه كانت بترعاه وبتصرف عليه ايمانا بموهبته وعبقريته. لما هو شعر ان ليها ميول هرطقيه او ضد الايمان المسيحي المستقيم سابها وراح دور على مصدر رزق تاني، مؤمنا بان ايه ان ربنا هو اللي بيقول هو اللي بيرعاه. وهو عنده 19 سنة قام البابا ديمتريوس اللي بيسموه ديمتريوس الكرام، وعلى هامش ديمتريوس الكرام هو البابا اللي وضع حساب الأباقتي أو الكارما اللي بناء عليه بيتم تحديد موعد عيد القيامة لغاية دلوقتي. هو طبعا كان بطيارك أمي ما بيعرفش يقرأ ويكتب، كان أساسا فلاح وبيزرع عنب، لكن اختارته العناية الإلهية إنه يبقى البطريرك رقم 12، واهتم بتعليم وتثقيف نفسه وعمل المدرسه اللاهوتيه، ومسك العلامه اوريجينوس ان هو يبقى المدير بتاعها بعد وفاه استاذه ومعلمه القديس كليمنطوس السكندري. هنا بنشوف ان العلامه اوريجينوس اول ما مسك المدرسه مش بس كان عبقريه في العلم، ده كان عبقريه ايضا في الاداره. ليه عمل ايه عشان يبقى عبقريه في الاداره؟ راح مقسم المدرسه لمستويين، المستوى الاول المستوى المتقدمين هو اللي قال انا اللي هشرف عليه بنفسي، المستوى الثاني المبتدئين او الجماعه اللي هم يعني لسه جايين يتعلموا جديد، وكان مسكه واحد اسمه هيركليس. هيركليس ده هيبقى بعد كده البابا رقم 13، يعني هو طبعا كان تلميذ اوريجينوس وكان مدير مدرسه الاسكندريه للمبتدئين، وبعد كده بقى البابا رقم 13. هنا بنشوف ان العلامه اوريجينوس سبق عصره في حاجه احنا لغايه دلوقتي في علوم الاداره بنطالب بيها، ويعني انها تتوجد في مناهج الاداره عندنا، فكره التفويض او الديليجيشن، ان ما يبقاش ماسك كل حاجه في ايده، لا لازم يفوض ناس ان هي تساعده او تشتغل معاه. فهو كان من هنا كان عبقريه في الاداره زي ما كان عبقريه في العلم. كان في 7 مختزلين بيساعدوه يكتبوا وراه ويلخصوا له، وكان مشهور عنه ان هو يعني ايه يستاجر المكتبات ويبيت بداخلها، يعني كان بيسهر الليل كله في الكتابه والقرايه والبحث والاطلاع وما اليه. وهو عنده 19 سنه عمل حركه طايشه شويه من طيش الشباب،
شاف ان هو بيختلط بالبنات كتير اللي هم من الطالبات عنده، فقام بعملية اخصاء نفسه، وبالطريقة دي كانت اصبحت اول خطيئة شخصية يقع فيها. طبعا بركز على كلمة شخصية عشان في بعد كده خطايا تانية ايمانية او لاهوتية وقع فيها. طبعا نتيجة علمه وثقافته لغاية دلوقتي، يعني الاسقف المشهور بالعلم يعني بيلف العالم كله، سيدنا الانبا موسى، سيدنا الانبا رافائيل، سيدنا طبعا البابا شنودة الله يجنح نفسه قبل كده، اللي هم المعلمين اللي هم يعني شطار في العلم، بيطلبوا يسافروا يلدوا محاضرات في اماكن كتير. فهو سافر مره قيصريه فلسطين، سافر الجزيره العربيه، وهو مره في قيصريه فلسطين الاسقف بتاع قيصريه قال له تعالى اوعظ عندي في الكنيسه. قام وعظ، ادى وعظه، وصل الخبر للبابا ديمتريوس البابا البطريرك ال 12. يقول الكتب التاريخ انه استشاط غضبا، ازاي تروح توعظ وانت ما خدتش كهنوت، وازاي توعظ من غير ما تاخد اذن من اسقفك. طبعا بعت له خطاب يوبخه وينتهره، وقال له لو سمحت ارجع حالا على الاسكندريه وسيب المدينه اللي انت فيها. رغم انه كان في عز نجاحه وعز شهرته وعز يعني مجده، لكن هنا بيشوف فضيله حلوه فيه ان هو كان مطيع للرئاسه الكنسيه. قال له حاضر يا سيدنا، فعلا خد قرار ان هو يرجع للاسكندريه مره ثانيه. تمر الايام ويستدعى مره ثانيه لقيصريه فلسطين. فبرضه القيصر بيدعوه، الاسقف بيدعوه ان هو يدي عظه في الكنيسه. قال له يا سيدنا، ده انا من 15 سنه فاتوا وعظت من غير ما اخد الكهنوت، والبطرك بتاعي زعل مني. قال له مش مشكله، هي كل مشكله في الكهنوت، انا اسقف تعالى هديك الايه؟ الكهنوت. وراح نجيبه ودعاه وقال له ندعوك يا اوريجينوس قسيسا على كنيسه كذا في قيصريه فلسطين. وصل الخبر بقى للبابا ديمتريوس الكرام، وكانت هي دي القشره التي قسمت ظهر البعير. استشط غضبا بقى وما قالوش ارجع بقى ولا حاجه، قال له انت محروم وما تجيش اسكندريه تاني، واعتبر نفسك محروم من شركه الكنيسه. الراجل برضه سمع الكلام، حس ان اقامته في قيصريه فلسطين هتطول، اسس مدرسه لاهوتيه هناك، بقى بيعمل اجتماع للوعظ للشعب ودروس كتاب مقدس يوم الاحد والاربع والجمعه من كل اسبوع. بعد كده حس ان يعني المده دي مش قليله، بقى بيوعظ كل يوم. قيل انه كان بيدي اكتر من عظه في اليوم الواحد وفي اكتر من مكان، يعني كان شعله الحياه، شعله نشاط وشعله حيويه. بعد ما تنيح البابا ديمتريوس الكرام، جه بعد كده هيريكلاس تلميذه اللي هو كان البطريرك المدير المساعد ليه في مدرسه اسكندريه، بقى هو البطريرك رقم كام؟ 13. قال يا كويس، ده ابني وتلميذي واكيد هيراعي ظروفي وهيرجعني مدينه اسكندريه مره ثانيه. بعت يقول له يعني يجس نبضه في الموضوع ده ارجع ولا لا؟ قال له لا، انت ما زلت محروم وما زلت مغضوب عليك وما زلت ممنوع من دخول اسكندريه. شعر بالاحباط للمره الثانيه واقر انه يستقر ثاني. اتنيح البابا هيروكلاس. جه بعد كده البابا ديونيسيوس السكندري رقم 14، بيسموه معلم المسكونه، واحد من البطاركه العظام المهمين جدا في تاريخ الكنيسه. برضه تجدد لديه الامل، بعت له ارجع، قال له لا، ما زلت محروم وما زلت مقطوع وما ويعني ممنوع من دخول مدينه الاسكندريه. حس بقى ان اراده ربنا انه يفضل في المكان ده، اسس مكتبه كبيره على مستوى عالمي، اسس مدرسه لاهوتيه على مستوى كبير، واشتغل بعمل ثلاث امور: رئاسه المدرسه، تاليف الكتب، والوعظ للشعب في الكنائس. وعايز اقول حاجه، ان مدرسه اسكندريه اللاهوتيه بتوريك عبقريته الاداريه وايضا اللاهوتيه، انها استمرت حتى بعد ما تنيح ب 200 سنه، لان في القرن الرابع بيظهر مجموعه بيسموه الاباء الكابادوكيين، منهم مثلا القديس باسيليوس الكبير، القديس جريجوريوس اسقف نيسوس، القديس جريجوريوس النيازيانز اللي هو اللي هو بيسموه الناطق بالالهيات. كل دول يدرسوا في المدرسه على منهج العلامه اوريجينوس ويتاثروا بفكره وبمدرسته، رغم ان هو كان مات بقى له 200 سنه. بس هنا بنشوف المعلم الكبير حتى بعد ما يموت
مدرسته بتستمر ان شاء الله حتى 100 سنة. ده بيوريك قد كده كان بيربي كوادر، وقد كده كان بيعلم تعليم مثمر، بيستلمه جيل ورا جيل لغايه لما وصل وعاش لحد ما وصل للقديس باسيليوس الكبير. عشان كده القديس باسيليوس كان بيحبه جدا وكان بيقدر كتاباته جدا. أما بعد كده اضطهاد عالمي كبير في عصر واحد اسمه الامبراطور ديكيوس. الامبراطور ديكيوس ده اللي في عهده اشهر شهيد ليه الشهيد العظيم فيلوباتير مرقيوس، اللي هو عيد استشهاده هيجي افتكر في اخر يوليو 23 برمودا على ما اظن او كده، يعني 23 ابيب سوري، ده استشهاده هو تكريس كنيسته. المهم في شهر يوليو في عيد كبير له، يعني مش فاكر تكريس كنيسته او استشهاده يعني. هو استشهد في عهد الامبراطور ده، هو اتقبض على العلامه اوريجينوس، تعرض لجميع انواع العذابات، وعن هو يثني انه يرجع عن ايمانه. هو راجل قد كده كان صلب وكان متماسك رغم العراوة، واحد عنده 70 سنة مش حمل ضرب يعني، غير الشاب الصغير اتضرب وتعذب، ولما شاف ان مفيش فايده وانه مش هيرجع عن ايمانه يعني افرج عنه وسابه يواجه مصيره. يشاء ربنا ان يستشهد ان يتوفى بعديها يمكن بحوالي سنة او حاجة، اكيد بتأثير العذابات، لان واحد عنده 70 سنة لما يتعذب مش هيعيش كتير بعد كده. اتنيح وكان عمره من العمر حوالي 69 سنة، وطبعا اتدفن هناك، وطبعا ما نعرفش هو مدفون فين ولا قبره فين لغاية دلوقتي. لكن دي تقريبا اهم معالم حياته، لكن عايزين نشوف يعني شخصيته واخلاقه وفكره بعد كده، عشان هي دي اللي هتظهر لنا ايه اهميته كعالم وكمعلم في الكنيسة. من الناحية الاخلاقية هو كان بيمارس حياة التقشف والنسك والصوم الانقطاع الطويل مع بساطة الملبس والنوم على الارض، رغم ان هو عاش في فترة ما قبل الرهبنة، لكن كان راهب ما قبل الرهبنة، كان بيمارس طقوس الرهبنة، ان كان الصوم الانقطاع الطويل والنسك وانه ينام على الارض ويلبس ابسط انواع الملابس الى اخره. تميز بالطاعة والخضوع للرئاسة الكنسية، ودي شفناها واضحة لما البابا ديمتريوس قال له ارجع، ما قاوحش وما قالش لما انا محقق نجاح والرسالة والمسؤولية اللي ورايا، طب وارجع ليه؟ طب ما انا معايا اسقف يعني ممكن يبقى هو اللي يرعاني. سمع الكلام ورجع، يعني كان بيتميز بالطاعة الكبيرة والخضوع لاسقفه. كان بيتميز بالتواضع في التعليم رغم علمه الشديد، لكن كان دايما لما بيدي راي والناس يعني تنتقده او كده بيقول لهم دي مجرد حلول مؤقته. يعني ايه حلول مؤقته؟ يعني راي شخصي. والحقيقه يمكن ده ميزه المعلم المحترم، ان هو ما بيقطعش براي قاطع 100%. دايما الكتاب الكبار اللي احنا بنقرا لهم او المفكرين العظام دايما يبتدي عبارته باعتقد اظن كما يبدو لي. يمكن قعدنا فتره نحضر وما زلنا يعني بنحضر شرايطه لغايه دلوقتي المتنيح الانبا غريغوريوس، لما كنا بنساله سؤال كان اول حاجه يجاوبها في حدود معلوماتي بقول، يعني لو الكلام ده ما عجبكش هي دي معلوماتي، يعني لو عندك معلومات تانية اوكي يبقى ممكن نسمعها، لكن انا في حدود معلوماتي بقول اللي عندي. برضو الجماعه القبطيين يبتدي الجمله بتاعته اي ثينك اي بليف، يعني مفيش حته النغمه القاطعه في التعليم اللي بيتميز بها البعض، انه يقول لك انا قلت كده ولما دام انا قلت كده محدش يراجعني، انا المعلم الاعظم، انا مش عارف ايه يعني الى اخره. وطبعا زي ما قلت ان هو كان مشهور عنه ان هو بيشتغل يعني بالبلدي كده حمار شغل، كان بيشتغل ما يقرب من 24 ساعه، وده انعكس بعد كده حتى على اللقب اللي اشتهر بيه، كانوا بيسموه ادامانتوس. ادامانتوس باليوناني يعني الرجل الماسي. الرجل الماسي ليها تفسيرين، يا اما ماسي زي يوحنا ذهبي الفم يعني الرجل اللي عظاته وكلامه من الماس، ده احدى التفسيرات. لكن في تفسير تاني بيقول لك سموه بالماسي لان الماس يعني معدن لا يقبل الكسر بسهوله، وهو كان شخصيه صلبه لا تقبل الكسر بسهوله، فعشان كده سموه ادامانتوس او الرجل الماسي. بتظهر من كتاباته انه كان عنده عشق شديد للكنيسه، ليه عبارات رائعه في المجال ده، زي مثلا لا خلاص لانسان خارج الكنيسه، والعبارات دي اتكررت كتير بعد كده عند واحد اسمه القديس كبريانوس، وطبعا اشهر واحد قالها بعد كده القديس اغسطينوس، لكن هو اول واحد قالها هو الحقيقه العلامه اوريجين. وطبعا ما زالت عقيده راسخه عندنا لغايه دلوقتي، ما حدش هيخلص خارج نطاق الكنيسه.
من يلمس الكنيسة كمن يلمس جسد المسيح. برضو قول تاني، قول تاني، إذا كنت تبحث عن المسيح ابحث عنه في هيكل الله، ابحث عنه بين المعلمين الذين في الهيكل، هناك تجده. يعني بيقولك تمسك بالكنيسة، لو كنت بتدور عن المسيح دور عليه في القداس، في المذبح، في الآباء الكهنة والمعلمين، هناك هتقدر تجد المسيح. بيقول بعد كده: أريد أن أكون ابن للكنيسة، أحمل اسم المسيح، وليس لي تطلع أو أمل أن أصبح مبدعا لنظريات لاهوتية. من ضمن فضائله أيضا أنه هو تميز بعشقه الشديد للاستشهاد، وكان عنده رغبة من شبابه، من هو يعني صبي عنده 16 سنة كان عنده رغبة في الاستشهاد، واستمرت الرغبة دي يعني لغاية لما تقريبا يعتبر استشهد أو على الأقل من المعترفين على اسم المسيح. فبيقول مثلا كتب كتاب كبير اسمه الحث على الاستشهاد، لما نيجي نتكلم على كتاباته ممكن يعني نعرض له شوية. الاستشهاد واجب على كل مسيحي حقيقي، لأن كل من يتحبون الله يتمنون الاتحاد به. برضو من ضمن عباراته يعني قوية: لن يحصل على الحياة الأبدية السعيدة إلا أولئك الذين يعلنون إيمانهم بكل شجاعة. من الأقوال الجميلة اللي بتظهر يعني إن الاستشهاد مش بس إنك تسفك دمك على اسم المسيح، علينا أن قبول كل أنواع الاستشهاد حتى لا نكون من بين الملائكة الذين سقطوا. طبعا عشق الأورجانوس الأكبر كان في الصلاة، هو ليه كتاب كبير اسمه في الصلاة أو الحث على الصلاة. نشكر ربنا، هو الكتاب الترجم بالعربي، ترجمه كاهن اسمه القس موسى وهب يومينا، كان كاهن كنيسة ماري جرجس كامراوية، أعتقد تنيح من فترة، يعني ما أعتقدش إنه لسه عايش، بس هو اشتهر بترجمة الكتاب ده، وفي ناس كتير بتقتبس من أقواله في موضوع الصلاة ده. هو منها مثلا عبارة جميلة بيقول لك: حياتنا كلها ينبغي أن تكون صلاة. يعني كل حياتنا المفروض نقضيها في الصلاة. تكرار الكلام مع الله يؤثر على الإنسان بتقديس كيانه كله. هنا تقريبا بيلمح بطريقة غير مباشرة اللي بيقولوا عليه بعد كده صلاة يسوع، يعني اللي بيقول لك تكرار الكلام مع الله. التكرار هيجي منين؟ انك كل شيء تقعد تقول: يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع المسيح قدسني، يا رب يسوع المسيح قدسني، يا رب يسوع المسيح طاهرني. يعني تقعد تقول اسم يسوع على طول على لسانك. طبعا مش هو اللي حطها، لكن هو تقريبا هو اول، هنا بنشوف ان هو رمى البذرة، لان يمكن اول واحد اكتشف الاختبار ده كان سائح روسي في القرن ال 19. وطبعا اللي منكم يدرس الكنيسة الروسية او عقيدة الكنيسة الروسية، هي اتربت على الرهبنة المقارية، على الرهبنة اللي اسسها القديس مكاريوس الكبير اللي هو ابو بريد شهيد. وتقريبا ممكن نقول في الكنيسة القبطية اول واحد طال يعني حس بان احنا نكرر صلاة يسوع هو القديس مكاريوس الكبير. لكن هنا بنشوف العلامة اوريجينوس بطريق غير مباشر في العبارة بتاعت تكرار الله كلام مع الله يؤثر على الانسان بتقديس كيانه كله، كان بيشير بدرجة او باخرى الى صلاة يسوع. الصلاة تحمي النفس من التجارب، طبعا دي تكاد تكون بديهية دلوقتي في الحياة الإيمانية، واحنا عندنا في الصلاة ربنا بنقول ايه: لا تدخلنا في تجربة. بعدين بيقولك: اعتقد ان الانسان الذي يتأهب للصلاة يجب عليه ان يخني ذهنه من كل الخواطر والافكار الخارجية، بعد ذلك يدخل الى اعتاب الصلاة. عليه ان يرفع روحه قبل ان يرفع ذهنه، ان يرفع ذهنه وفكره الى الله قبل ان يرفع عينيه، وقبل ان يقف الى الصلاة لابد له ان يرفع روحه عن كل الامور الارضية ويتجه بها الى الله. ضابط كل اللي احنا بنقول عليه دلوقتي التمهيد للنفس قبل الصلاة، ان كان بترنيمة، ان كان بتأمل، ان كان بقراية جزء من الكتاب المقدس، عشان خاطرنا يعني ايه نقدس الفكر ونتخلص من الافكار الارضية ونؤهل قلوبنا وعقولنا ان احنا ندخل في صلاة طويلة مع الله. حتى قدرته على العمل قلناها قبل كده، نيجي بعد كده لكتاباته ومؤلفاته. هو قيل عنه ان هو اكتر معلم في تاريخ الكنيسة كتب، يعني قيل ان هو كتب حوالي 6000 كتاب. اعتقد الرقم ده فيه شيء من المبالغة، يعني حتى كنت في مرة بتكلم في احدى الاجتماعات واحد من الشباب قال لي ده لو قعد عمره كله يكتب مش هيطلع 6000 كتاب. لكن هو يعني قيل ان هو من ضمن الكتابات اللي حصلت الكتابات اللي كتبها
وصل لحوالي 6000 كتاب. ومن ضمن العبارات والأقوال المأثورة إنه لا يوجد العقل البشري الذي يستطيع أن يقرأ كل ما كتبه أوريجانوس. لكن من 7000 كتاب دول أو 6000 كتاب، ليه كتب بقى تعتبر بال يعني إيه يعني مراجع وزي ما بيقولوا تقال، كتب مهمة جدا. منها مثلا منهجه في دراسة الكتاب المقدس. أولا هو أول واحد يعمل حاجة اسمها الكومباريتيف ستادي اوف ذا بايبل اوف ذا هولي بايبل، الدراسه المقارنه للكتاب المقدس. راح جامع ست مخطوطات جنب بعض، نص يوناني على نص عبري على نص عبري مكتوب بيوناني، على يعني ست ترجمات متداوله كانت موجوده في وقته، حطهم جنب بعض، قعد يعمل مقارنه بينهم. زي ما حوثنا دلوقتي ويجي واحد يعني حاولنا نقرب الفكره، يجيب النص بتاع الترجمه البيروتيه والنص بتاع الترجمه اليسوعيه والنص بتاع ترجمه كتاب الحياه والنص بتاع ترجمه امبارلوجوليوس. يمكن احنا خدنا مره محاضره عن الترجمات الكتاب المقدس باللغه العربيه، يعني يجمع اكبر قدر من الترجمه ويعمل مقارنات بينهم عشان يشوف اي الترجمات اقرب الى الصحه او الدقه. هو تقريبا هو اول واحد اسس هذا العلم واول واحد يعني اشتغل عليه في كتاب بيسموه الهكسابيلا او السداسيه، وقيل بعد كده ان هو عمل حاجه اسمها التسعيه، يعني راح جايب ثلاث ترجمات ثانيه اضافهم للسته وبقى في 9 ترجمات بيعمل لهم كومباريتيف ستادي بينهم وبين بعض. التفاسير زي ما قلنا هم بيسموه امير شراح الكتاب المقدس، فهو تقريبا شرح وفصل الكتاب المقدس من الجلده للجلده من التكوين للرؤيه، عشان ما نقعدش يعني نقعد نسرد كتير، هو شرح الكتاب المقدس كله تقريبا. بالنسبه للكتابات في العقيده، ليه كتاب مهم جدا اسمه المبارئ، هو الترجم بالعربي ترجمه عملتها لبنان، بيتباع في مكتبه بانيريون، يعني طبعا من الكتب الجامده يعني الكتب التقيله اللي عايزه الناس متعمقه في اللغات عشان تقدر تستوعبها. ده يعتبر اشهر كتاب في العقيده. احنا قلنا ان هو ليه كتاب دفاعي، هو الكتاب اسمه كونترا كيلسس او ضد كيلسس. كيلسس ده كان فيلسوف ابوقوري، عمل كتاب يهد كيان العقيده او هكذا تصوره، يعني ان الكتاب ده فيه افكار تقضي على العقيده المسيحيه الى الابد. وابتدى الفلاسفه الوثنيين يروجوا لهذا الكتاب، هو تصدى للفيلسوف كيلسس ده هو وعمل رد عليه في كتاب من 9 اجزاء اسمه الرد على كيلسس. يعني اعتقد في جو يعني في ترجمه عملها ابونا مرقص داوود موجوده عندي في البيت، يعني هي ترجمه قديمه شويه، طبعا ده جزء يعني هو كتاب من 9 اجزاء. الترجمه اللي عملها ابونا مرقص يعني حوالي يمكن 80 صفحه او حاجه، يعني اكيد ده جزء من الكتاب، لكن ما اعتقدش ان في نص ترجمه كامله لهذا الكتاب حتى الان بالعربي، في حدود معلوماتي على الاقل. يعني جاي احنا لسه بنقول يعني المفروض المعلم ما يقطعش براي قاطع يعني، لكن في الحاجات اللي وقعت تحت ايدي انا ما شفتش نص كامل لترجمه الكتاب على الرد على كانتوس، رغم اني شاعر ان الكتاب له اهميه خاصه، لان بنكتشف ان الهجوم اللي على المسيحيه اللي بنسمعه لغايه دلوقتي كان من ايام كيلسوس بيتقال، واكيد الرد هيكون مفيد ونافع ان احنا نحاول نترجمه. دي كلها كتب ايه؟ عقيده ولاهوت ويعني واللي هي الكتب الثقيله، لكن ليه كتب عمليه في الحياه برضه سهله يعني زي ما اقول لك تتفهم بسهوله. منها كتاب الحث على الصلاه اللي انا اشرت عليه من شويه، منها كتاب الحث على الاستشهاد اللي انا برضه اشرت اليه من شويه، ليه كتاب عن القيامه يمكن ابونا اوتادريس يعقوب ترجم جزء منه، وبقى شويه رسائل متفرقه بقى بيبعتها لتلامذته واساتذته وزملائه عشان يعني لمناقشه امور معينه. لكن الابداع الكبير اللي عمله العلامه اوريجينوس بقى الحقيقه، واللي تقريبا خلد اسمه في التاريخ كله، يعني خلاه فعلا مدرسه كبيره يعني فارقه في التفسير المسيحي، هو بيسموه التفسير الرمزي. يعني ايه تفسير رمزي؟ احنا عندنا نص كتاب مقدس، النص مثلا بيقول لك ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، لغايه النص بتاع ايه؟ كما في السماء كذلك على الارض. الجماعه بتوع التفسير الارضي بيقول لك ان يعني إن الارض هنا المقصود الارض اللي احنا عايشين عليها. التفسير الرمزي بيقول لك لا، الكتاب المقدس ليه اعماق اكبر من كده،
اكبر من الارض اللي احنا بيقصدوها، المقصود يقصد بيه العالم كله يعني. وهناخد نماذج من هذا التفسير. وقال لك ان الكتاب المقدس ليه ثلاث مستويات من التفسير. تفسير حرفي، ده بيلاقي من الجماعه المبتدئين اللي هم يعني ايه لسه بيتعلموا الف به دراسه كتاب مقدس. تفسير تاني استخراج معنى روحي او اخلاقي من النص، وده اعتقد الكنيسه كلها ماشيه عليه دلوقتي. معظم الاباء لما بيقروا نص من الكتاب المقدس بيطلعوا منه بتعاليم روحيه ومبادئ اخلاقيه في التفسير. المستوى الثالث الاعمى اللي هو بقى بيسميه التفسير الرمزي، ده بيعتبره طعام الكاملين. هو عنده نظريه البسطاء والكاملين. البسطاء اللي هم في كي جي 1 ايمان او كي جي 1 دراسه الكتاب المقدس كفايه عليهم التفسير الحرفي، لكن الجماعه الكبار بقى اللي عايزين يتعلموا على حق لازم يدرسوا التفسير الرمزي. وقال لك زي ما الانسان مقسم لجسد ونفس وروح، هكذا برضو اللي التفسير في الكتاب المقدس لازم يبقى فيه تفسير على مستوى الجسد، تفسير على مستوى النفس، تفسير على مستوى الروح. ابتدى يدور بقى على تفاسير في الكتاب المقدس تخدم فكرته. مثلا الم اكتب لكم بطرق ثلاثه، دي جت في سفر الامثال اصحاح 22 عدد 2. قال لك بيشير هنا لمستويات التفسير الثلاثه. فلك نوح كان بيتكون من ثلاث طوابق، اشاره لثالث لمستويات التفسير الثلاثه. قضيب اللوز اللي افرز اللي جت في قصه هارون، قال لك اللوز فيه قشره خارجيه، القشره دي جامده سميكه، ده التفسير الحرفي. تكسرها توصل للقشره الداخليه هتلاقيها مره، دي ترمز للتفسير الروحي. تقشر القشره الخارجيه توصل للثمره الداخليه هتلاقيها حلوه، دي رمز للتفسير الرمزي. ناخد مثلا امثله عمليه لاستخدامات التفسير الرمزي اللي استعملها العلامه اوريجينوس في دراسه الكتاب المقدس. هو اشهر نص الحقيقه ممكن نشير اليه النص بتاع الصلاه الربانيه، خبزنا الذي للغد. خبزنا الذي للغد نيجي بتوع التفسير الحرفي يقول لك خبزنا، الخبز، العيش يعني ايه؟ ربنا هنا بيقول لنا يعني يا رب وفر فطارنا وغدانا وعشانا وعيشنا يوم بيوم وكفايه على كده. يجي العلامه اوريجينوس بقى بيقول لك بقى المسيح اللي قال لا تهتموا بالجد لان الجد يهتم بما لنفسه، يرجع يقول لي ان خبزنا كالذي للجد، ده بيقصد معنى اعمق من كده. يقصد ايه يا علامه اوريجينوس؟ قال لك الخبز اللي مقصود هنا هو الافكارستيه، الطعام الباقي للحياه الابديه. فبيقول لك هذا الطعام الباقي للحياه الابديه اعطينا اياه واحنا هنا على الارض. ده مستوى من مستويات التفسير اللي هو ايه؟ قال لك طوبى للودعاء الذين يرثون الارض. التفسير الحرفي يقول لك الارض هنا اللي هي الارض اللي احنا ماشيين عليها يعني، لكن التفسير الرمزي يقول لك ما يقصدش الارض بمعنى الارض، لكن يقصد العالم او الكون، يملك العالم او الكون، لان اللي بيثق بمحبه الناس كلها هتحبه، فبالطريقه دي الكل هيستفيد منه. النص بتاع اصحاح الملوك الاول اصحاح 10 عدد 4، يعني انا مش عايز اضيع وقتكم في قرايه النص، لكن هنا بيشير لسليمان الحكيم بيقول لك ده يرمز للسيد المسيح له المجد، ملكه سبأ ترمز لكنيسه الامم، البيت اللي بناه سليمان هي الكنيسه، طعام مائدته يرمز للافخارستيه، مجلس عبيده اللي هم جماعه المؤمنين في الكنيسه يعني، موقف خدامه رمز الاباء الكهنه اللي هم وملابسهم. يجي مثلا في عباره انا سوداء وجميله يقول لك المقصود بها هي ملكه سبأ، والمقصود بها ايضا المراه الكوشيه، وطبعا التفاسير اللي ظهرت بعد كده المقصود بها كنيسه الامم. كنيسه الامم لما بتقول انا سوداء وجميله يعني انا ماليش تاريخ في الشريعه، ماليش تاريخ في الذبائح، ماليش تاريخ مع ربنا زي داود، بس جميله لان المسيح لما جه قدسني بدمه وصرت جميله. اخر بقى مستوى للتفاسير اللي عشان خاطر ما ضيعش وقتكم كتير، قال لك الاواني الذهبيه اللي خدها العبرانيين من المصريين عند خروجهم من ارض مصر. العبرانيين وهم خارجين من مصر خدوا الاواني الذهبيه اللي كانت موجوده في معبدهم وخدوها معاهم. طبعا احنا مش هنناقش قضيه سرقه او مش سرقه، يمكن ابونا بشوي قبل كده ادانا اكتر من محاضره عن مشاكل العهد القديم. هو طبعا المفسرين بيقول لك ان هم المصريين ظلموا العبرانيين في الثقرة وما ادوهمش حقهم، فاعتبرت ان ده تعويض غير مباشر. المهم ان هم خدوا الاواني الذهبيه دهيت
صهروها وأعادوا تشكيلها في أوائل بالبلدي كده، عملوها اللي هو إعادة تدوير أو ريسايكلينج. بقول لك دي رمز للفلسفة اليونانية، لأن الفلسفة اليونانية كانت طلعت من فلاسفة وثنيين، سواء كان أفلاطون أو أرسطو أو سقراط أو فيثاغورس، كل دول وثنيين وقدموا أفكار وثنية. لكن الفلاسفة المسيحيين أو المفكرين المسيحيين خدوا هذه الفلسفة وأعادوا قراءتها ودراستها بعد كده على أسس مسيحية عشان يطلعوا منها فلسفة مسيحية. والحقيقة يمكن موضوع استعمالات الفلسفة في فكر الآباء القديسين ده ممكن يبقى موضوع لوحده، يعني جايز تيجي فرصة نتعرض ليه بشيء من التفصيل، ونشوف كيف الآباء اللي كانوا بيحبوا الفلسفة مين، وكان اللي كانوا بيكرهوا الفلسفة مين، اللي كانوا بيحبوها بيحبوها ليه، واللي كانوا بيكرهوها بيكرهوها ليه، اللي كانوا بيحبوها ازاي استفادوا منها ان هم يدعموا الإيمان المسيحي، واللي ما بيحبوهاش ازاي قالوا ان هي بتكفر يعني الإيمان وبتضعفه. وإذا كنا بنقول الفلسفة ما نقصدش تخصص مادة الفلسفة الدقيق اللي بيدرس في كليات الآداب، لكن نقصد الفلسفة بمعنى الثقافة بمعناها الإنساني الواسع دلوقتي، يعني ليها معنى أشمل من تخصص، عشان ما حد يقول ما احنا ما بندرس، أنا مش بدرس فلسفة أو ماليش دعوة بالفلسفة. هنا الفلسفة المقصود بها المعرفة الإنسانية الخارجة عن الإيمان المسيحي. طلع مدرسة اسكندرية كانت من أهم المدارس اللي احترمت الفلسفة واحتضنتها، وكانت طبعا الكلام ده كان شرحناه بالتفصيل لما اتكلمنا عن مدرسة اسكندرية، واتكلمنا عن أهمية الفلسفة عند القديس كليمنطوس السكندري وعند الآباء اللي بتوع من المدرسة عموما. آخر حاجة بقى نختم بيها بقى الكلام، بقى احنا بنقول ما له، كل اللي فات ده بقى ما له، طب فين بقى ما عليه، عشان يبقى ايه يعني لنعرف ليه الكنيسة لغاية دلوقتي ما بتقولش عليه القديس اوريجينوس، بتكتفي بلقب العلامة. في بعض الأخطاء الشخصية وبعض الأخطاء الإيمانية واللاهوتية. الأخطاء الشخصية إحنا شفنا إن هو خاص نفسه وهو عنده 19 سنة قبل الرسامة من غير أسقفه، دي أخطاء شخصية. لكن ليه برضه شوية أخطاء لاهوتية. أول حاجة إن هو نادى بفكرة الوجود السابق للنفس البشرية. يعني ايه الوجود السابق للنفس البشرية؟ كل واحد لينا ليه تاريخ ميلاد معين، في هذا التاريخ من ساعة ما بيتولد بتتحد الروح بالجسد وبيبتدي حياته على الأرض بروحه ونفسه وجسده في اليوم اللي ايه اللي اتحد فيه الجنين وهو بطن أمه. هو قال لك لا، قال لك الجسد بيتولد في يوم معين او بيتكون في يوم معين، بس الروح الإنسانية موجودة في ذهن الخالق منذ الأزل. طبعا دي كانت نظرية عند أفلاطون، اللي منكم درس فلسفة زمان وهو في ثانوي يسمع عن الجدل الصاعد والجدل الهابط، يعني مش عايزين نخش في الفلسفة كتير. لكن هو أفلاطون كان بيؤمن باختصار ان الأرواح البشرية خالدة منذ الأزل، موجودة منذ الأزل في ذهن الخالق، وكل واحد يعني ليه كل واحد يوم ما يتولد ليه روح بتستدعى من فوق تنزل في هذا الجسد في يوم محدد وفي ساعة محددة، ما بتتخلقش يوم مولده زي طبعا ده غير نظرية مولودة او الروح مولودة او مخلوقة، ده موضوع تاني، ده موضوع لسه ما اتحسمش في الكنيسة لغاية النهاردة، يعني الروح الانسانية مولودة او غير مخلوقة. لكن الابرجوس ما كانش بيقول كده، ده كان بيقول لك ان الروح ازلية، ازلية موجودة في ذهن الله منذ الازل، كل ما في الامر ان هي بتنزل في الجسد الانساني في يوم معين او في ساعه معينه. طبعا الكنيسه بتحرم هذا الراي. نادى بمبدا العوده للتجسد reincarnation، وان الارواح تتجسد تتقمص ارواح اخرى لتسكن فيها، برضو فكره رفضتها الكنيسه وحرمتها. اخطر فكره بقى ان هو علم بخلاص الشيطان. طبعا دي فكره في منتهى الخطوره. اذا كان الشيطان خلاص الشيطان، اذا كان الشيطان هيخلص، يبقى مين اللي هيروح جوه خلاص؟ يبقى البشريه كلها هتخلص بقى، يعني هو في اشرار من الشيطان، يبقى بعد كده الاشرار هيخلصوا والبشريه كلها هتخلص، ومش هيبقى في جهنم، هيبقى في سما بس. ايوه نعم، ماشي، يعني في إمكانية خلاص. إذا
هو على اي الاحوال احنا هنحاول نناقش الاراء دي يعني في الاخر كده، وهنحاول هنحاول يعني ايه نجد له تبرير بقدر الامكان يعني، عشان انا بحبه عايز ابرئه، بس عايز اطلعه براءه يعني بقدر ما هنقدر يعني. لا هو قال، هو قالك ان الروح يعني موجوده في موجوده منذ الازل. يا و لا بس مش في، لا هو قالك موجوده بالفعل، موجوده بالفعل. وبعدين في فكره اكتر من كده يعني، مثلا موجوده في، ممكن مره تنزل في العصر الفرعوني، ممكن نفس الروح تنزل بعد كده في العصور الوسطى، ممكن بعد ما. دي بقى فكره دي فكره الري انكارنيشن، ان العوده للتجسد يعني ايه، ان الروح بترجع للجسد في عصور يعني مختلفه او متعاقبه. ايوه فهمت. لا مش كلها طبعا، لا مش كلها، دي اخطاؤه، لكن تفسيراته اللاهوتيه لا، ما مش كلها من الفلسفه اللاهوتيه طبعا. فكرة خلاص الشيطان احنا قلناها، وان هو بيخلص الشيطان بعد ما بياخد فترة عقوبة معينة في الجحيم. ومن هنا اخواتنا الكاثوليك خدوا فكرة المطهر واعتمدوا عليها، ان الانسان يعني اللي هيعيش في خطية وشر له كل ايام حياته، لما هيموت هياخد فترة عقوبة في جهنم 300 400 سنة واتيفر يعني. بعد ما يجتاز هذه العقوبة ممكن يعني ربنا يعفى عنه وينقله من الجحيم إلى الفردوس. عشان كده من ضمن الألقاب اللي بيسموها إخواتنا الكاثوليك للست العذراء، إن شاء الله لما يجي صيامها يعني ممكن يبقى في فرصة ناخد موضوع العذراء بين العقيدة الكاثوليكية والعقيدة البروتستانتية، بيسموها سيدة المطهر. يعني إيه سيدة المطهر؟ يعني السيدة التي تشفع من أجل النفوس المعذبة في المطهر، يعني نفس محكوم عليها ب 300 سنه، شفاعتها تخليها 150 سنه بس، يعني كفايه عليها رد 150 سنه وانقله بعد كده يعني للفردوس. طبعا الكنيسه الاثيوبيه رافضه الكلام ده تماما، يعني انت من اول يوم يا سما يا جهنم، ومفيش طبعا فرصه انك تحول من الى، عشان ما حدش يقول ان احنا ايه بنروج للافكار دي، احنا بنقول اخطائه اللي هي بسببها ما بقاش يتسمى قديس. نعم؟ لا بقول لحضرتك يعني احنا هنرد عليها بس، اللي اقول لك ان الاجساد الحقيقيه لا تقوم في يوم القيامه، وانما تقوم اجساد اخرى، يعني معنى كلامه ان الجسد بيفنى لكن في يوم القيامه هتقوم اجساد، ما بقتش قيامه. احنا عندنا في عقيدتنا الجسد اللي هو ده هو البادي ده هيرجع للتراب والى التراب يعود، بس في يوم القيامه نفس هذا الجسد هترجع له الروح مره ثانيه وهيقوم مره ثانيه، بس طبعا بقوه الشباب وبجسد. فكره الجسد الممجد ده طبعا موضوع تاني يعني، ممكن برضه واتسابونا يتكلمنا فيه، لكن نفس الجسد لو جسد تاني ما بقتش قيامه يعني، بقت خلق من جديد يعني. لكن احنا نؤمن ان نفس الجسد اللي احنا اللي اتدفن في التراب هيرجع يقوم تاني. ايوه. لا ما احنا قلنا قوه الشباب وقوته، قلنا قوة يعني اللي هيكون كفيف مش هيكون كفيف في القيامة إن شاء يعني. ما احنا قلنا قوة الشباب وقوته. وطبعا ده موضوع صعب نتكلم فيه لأن احنا ما اختبرناهوش لسه. ده كله بالإيمان يعني. من ضمن برضه الأخطاء اللي وقع فيها إن في عوالم بشرية خلقت قبل هذا العالم، يعني قبل 6 أيام الخليقة كان في أيام خليقة تانية، وكان في بشر تانيين اتولدوا، بيعتمد على النص بتاع أولاد الله وبنات الناس يعني إيه. وإن برضه الحفريات الحديثة طبعا ما كانتش موجودة أيام أوريجينوس، بس اكتشفت إن عمر الإنسان أقدم بكثير مما حسب في حسابات الكتاب المقدس، بس دي مردود عليها ان يعني ان يوم من عند الله كألف سنة وألف سنة كيوم. لما يقول ربنا خلق العالم في 6 أيام مش مقصود سبت وحد واثنين وثلاثة واربع وخميس، يعني هم دول 6 أيام، ده 6 حقب كل حقبة قد تصل إلى آلاف وملايين السنين. الخطأ اللي بعد كده
ان النفس البشريه للسيد المسيح قد اتحدت بلاهوته قبل التجسد من السيده العذراء. معنى كده ان النفس البشريه للسيد المسيح ازليه، معنى كده انه ما بقاش تجسد. ده بقى يعني ايه؟ هتقول طب ما هو ظهر لموسى، ظهر لابراهيم، ظهر لادم لما كان في الجنه، دي كانت ظهورات ما قبل التجسد، يعني كان جسد اثيري ما كانش جسد حقيقي. امتى بقى جسد حقيقي؟ لما اتحد بالسيده. عشان كده في قانون الايمان بنقول تجسد وتانث، تجسد ليها معنى وتانث ليها معنى تاني، الاثنين بيمشوا مع بعض. عشان نبقى بس عارفين دور العضله ايه، ان هي المعمل اللي تم فيه اتحاد اللاهوت بالناسوت في بطن السيدة العذراء، او في 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 بطنها. عشان كده بيسموها ولاية الاله، مش بمعنى ان الاله ابتدى منها حاشا، طبعا الله موجود منذ الاسد، ولكن في بطنها اتحد اللاهوت بالناسوت وصار انسانا متجسدا، انسان كامل واله كامل. طبعا اكتر اخطاء اللاهوتيه بقى انه ليه بعض عبارات لاهوتيه اعتمد عليها اريوس في اثبات عقيده ان السيد المسيح مش الله، وان هو مش مساوي للاب في الجوهر. لكن انا ارجع اقول الغلط على اللي فهم، هو ممكن يكون ما قالش كده، وبعدين يقول اريوس ما هو اعتمد على الكتاب المقدس نفسه عشان يثبت عقيدته، فما فيش مشكله ان ياخد عقيده اوريجينوس. مش معنى كده ان اوريجينوس غلط، هو اريوس هو اللي فهم كده، يعني هي غلطة أرجوس مش غلطة أوريجينوس. نيجي بعد كده واحنا بنحكم على أوريجينوس، يعني في التوتال في النهاية، يعني في شوية حاجات عايزين نراعيها واحنا بنحكم عليه عشان ما نظلمهوش نمرة واحد، وعشان برضه ما ندوش أكتر من حقه، يعني الاثنين عايزين نوزن العملية أو نعادلها. أولاً احنا قلنا إنه كتب 7000 كتاب أو 6000 كتاب، أنا مش فاكر الرقم بالظبط. اللي وصل لنا مش هيوصلش لهذا الرقم. معنى كده ان كثير من كتاباته مفقودة، ده اول حاجة. تاني حاجة كان بيكتب باليوناني، مفيش ولا نص يوناني وصل لنا، كل النصوص اللي وصلت لنا ترجمات لاتينية، وزي ما بيقول المثل الفرنسي الشهير المترجم خائن. فاحنا عندنا ترجمة ما عندناش نص، فاحتمال يكون اللي بيترجم ضعف في الترجمة. تالت حاجة عايزين نراعيها، زي ما قلنا انه ما كانش بيكتب بنفسه، كان في جيش من المختزلين وراه كانوا بيكتبوا له. ايه المشكله ان يكون مختزل وحد من المختزلين يعني فسر كلمه غلط، تعب ما رضيش يكمل بقيه الفكره؟ يعني ما كانش في طبعا التسجيلات الموجوده دلوقتي اللي بترصد كل كلمه بيقولها، فممكن تكون حاجات كتير وقعت من المختزلين ما تكونش مسؤوليه اوريجينوس، تكون يعني مسؤوليه الجماعه اللي بينقلوا له او بيترجموا له. اخر حاجه بقى بنقولها بقى ان الرجل في ايد ربنا دلوقتي، وهو اللي يحكم عليه ان كان يعني يخلص او لا يخلص، وفي النهايه مهما اتفقنا او اختلفنا معاه فهو سوف يظل امير شراح الكتاب المقدس، واحد من اعظم معلمي الكنيسه في جميع العصور. دي حاجات اصبحت يعني سيت ما فيش اتنين هيختلفوا عليها، وما زالت معظم كتاباته، مش هقول كل كتاباته، نافعه ومفيده. اذا كنتوا شايفين ان الحضاره ان السبع اخطاء دول يعني كنا هنمسكها عليه واحنا بنقرا له، نستبعد السبع اخطاء دول وبعد كده ممكن نقرا له بقيه كتبه لان هي نافعه ومفيده. اخر حاجه طلعت له، انا مش بعمل دعايه ولا حاجه، ملناش مصلحه، بس هو ترجمه حلوه، عظات سفر التكوين، صدرت عن سفر عن 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 بناريون اللي موجوده في 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 مصر الجديده. وانا الحقيقه قريتها يعني في مقدمه لنيافه الانبا مقال عن حياته وتفسير، الحقيقه تفسير جميل جدا وسهل جدا، مش محتاج يعني اي عمق انه يتفهم. واعتقد سعره رخيص، مش عارف يمكن 30 جنيه او حاجه، كتاب مجلد تجليد فاخر وطباعه فاخره، وفي يعني فكر جديد حلو يعني. يا ريت لو سابونا حاول يوفر لنا نسخ منه للي يحب يقتنيه، ويحاول نعمل دعم يعني بدل ما ندفع 30 ندفع جزء يعني 20 او حاجه، وممكن يعني الاجتماع يكمل الباقي عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، لان احنا محتاجين فعلا نقرا اراء، محتاجين نقرا اداء ونستفيد منهم ونتعلم منهم، لان فعلا كتاباتهم كنز لا يقدر بمال. هي بس المشكله ساعات بتبقى صعبه علينا شويه. هنا بقى اهميه المترجم ان هو يحاول ايه بقدر ما يقدر يكون يعني ايه حنين علينا، ويحاول ايه يبسط على قد ما نقدر. انا كده خلصت يعني الكلمه بتاعته، ارجو ان ما اكونش طولت، ارجو ان ما اكونش ممل، ارجو ان ما اكونش هذا انكم تكرهوه او يعني
او تحبوه زياده يعني الاثنين، يعني لا عايزكم تحبوه زياده ولا عايزكم تكرهوه، عايزين نبقى ايه معتدلين ووسطيين في الحكم عليه. لو حد عايز يعلق او يسال او ايه. ايوه منها. اه كان العالم كله ايمان، ما كانش فيه طوائف، ما الكلام ده قبل الانشقاق، احنا ما كان عندنا ايمان واحد بس، يعني زي ما بيقول لك كنيسه قبطيه وكنيسه سريانيه، لان اول انشقاق حصل في العالم كان انشقاق القدونيه 451، فكل ما قبل 451 ده ايمان واحد، يعني ما فيش شرق وغرب وشمال وجنوب، الكلام ده كله ظهر بعد الانشقاق 451، لكن ما قبل نعم كنيسه ثانيه. ولغايه دلوقتي يعني انت عارف لغايه دلوقتي، يمكن ربنا يصلحني لو غلطت، الاسقف مثلا في مدينه المنصوره ما يقدرش يدخل اسيوط غير بموافقه اسقف اسيوط. لو اسقف اسيوط قال له ما تجيش عندي، كان مره ينفذ الله ينيح نفسه، يعني ربنا ينيح نفسه ويمتعه طبعا كان قديس معاصر، يعني مره يعني نشر عتاب رقيق كده في الجورنال الوطني، كان مجموعه من الاباء الاساقفه خدوا قرار يروحوا يصلوا في دير الدرونكا، ويبدو انهم ما رجعولوش او ما سالوش، فيعني بقول لهم طبعا المطرانيه ترحب بكل الاباء الاساقفه انهم يجوا يصلوا عندنا، مفتوح المطرانيه مفتوحه يعني للكل، يعني ما فيش اي مشكله، بس كنت احب انهم الاول بس يستاذنوني حسب قوانين الكنيسه المعتبره، ان ما يصحش الاسقف يقتحم كنيسه، احنا لغايه دلوقتي ما نقدرش ندعو كاهن الا بموافقه البطرك، مش كده يا ابونا؟ يعني مش لكن يعني الى حد ما، الى حد ما يعني، الى حد ما يعني عزومه الاساقفه، فيبقى من باب اولى لو من كنيسه لكنيسه، يعني كنيسه مختلفه في الكالتشر على الاقل يعني. في اي تعليقات تاني؟ لا بالنسبة للبشر ان هي محسومة، يعني ليست خطية بلا مغفرة الا التي بلا توبة، دي ما فيهاش مشكلة، اي انسان هيخطئ ويرجع يتوب هيخلص، دي ما فيهاش مشكلة، وفي اي مرحلة من العمر، لكن الشيطان نفسه طبيعته فسدت، فصعب انه يخلص، او بالصعب ومستحيل يعني، ده حسب ايمان كنيستنا. وبعدين اذا كان الشيطان هيخلص يبقى مين اللي هيخش جهنم بعد كده؟ ما خلاص بيبقى الكل على السما بقى. اه ما هو قال لك كله بقى، بس ايه يعني هياخد له فتره في جهنم، وبعدين الشيطان الروح، هل الروح بتتاثر بالعذاب في جهنم؟ ما. ايوه تمام. ثلاث مستويات في التفسير. اه. وروحي. طب ما احنا اتفقنا انها تش شباب، ما احنا قلنا، ما احنا ما قلناش انه عمل بطولي او انجاز، ده كان تش شباب، كان تش شباب والتاريخ كله. وعلى فكره يعني في ظهر التفاسير حديثه دلوقتي بتقول لك ان هو ما قصاش نفسه بالمعنى الحرفي، ده هو اكمن علمه الواسع فتناول نوع من الاعشاب المهدئه، يعني مش طبعا ده رايي، يعني ناس عايزه تعايب، ناس بتحبه زياده عن اللزوم فعايزه تبرأه، لكن يعني احنا نفترض ان هو قصى نفسه بالمعنى الحرفي، دي احدى اخطائه، احنا قلنا من الاول، وسمعني الشيخ ما هي خطا برضه، الكنيسه ما قالتش انه ما عملتوش قطيف عشان خلع عينه، ما هي برضه خطا، التصرف خطا عمله سمعاني الشيخ، سمعاني الكارلوس سوري، ايوه عشان مع اولا تاب
ثانيا مش هي يعني ما نقولوش اخطاء في التعليم ولا في الفكر. بعدين استمعان القرار راجل بسيط وعلي اتعلم، والذي عنده كثير يطلب اكثر. هو اساسا اتحرم مش عشان اسماء، مش عشان الاسباب الشخصيه، ده اسباب اتحرمها في التعليم. ايوه دي هي دي مشكلته الكبيره. وبعدين احنا شفنا ان اخطاء مش قليله، يعني حتى هو كان ليه نص الحقيقه، يعني انا كنت كتبته في لما عرضت، يقول لك ايها الجبل العالي كيف سقطت، يعني دي من ضمن عباراته المشهوره. يعني ازاي يعني هو قد كده كان عنده شعور بالندم وشعور بالخطيه، ان هو ازاي على هذا المستوى العالي من الفكر والتعليم، ولا هو ويخطئ هذه الاخطاء. كان في واحد تاني رفع ايديه. ايوه اتفضل. ايوه ايوه لا انا اعتقد دي موضوع ترجمة، اعتقد موضوع ترجمة. يعني حضرتك شوف الترجمة، هي بقى ده اهمية مقارنة الترجمات. يعني شوف الانجليش الفرنش اللغات اللي انت بتعرفها ايه، وشوف هل الترجمة اليسوعية قالت خلقكم بالجامعة برضو. ما دي حاجة ربما ترجع للنص العبري بقى، يعني دي عايزة علماء لغة اللي يجاوب على السؤال ده. هو على فكرة هو في نص اقوى من حضرتك بتقول عليه، اللي هو اولاد الله وبنات الناس. هو بيقول لك مين اولاد الله ومين بنات الناس، بس دي برضه مردود عليها. يعني اولاد الله اللي هم شعب الله، وبنات الناس اللي هم الشعوب الوثنيه. يعني هي كل حاجه مردود عليها. يعني ما في العبري ما فيش. عشان كده بيقول لك نخلق الله على صورتنا وشبهنا، نخلق بالجمع. يعني ما انا عشان بقول حضرتك دي مسألة لغوية، دي ترجع للغة. او تبون عندك رد؟ ما انا بقول يعني زي ما قال الأستاذ دلوقتي، المشكلة مشكلة إن اللغة العربية واحدة من اللغات السامية اللي تعرف حاجة اسمها مثنى، لكن اللغات التانية ما تعرفش المثنى. اليوناني القديم فيه مثنى، بس اليوناني القديم مش اللي كتب بيه الكتاب المقدس، اللي أقدم منه اللي هو بيسموه أرخية، يعني اللي كتب بيه أرسطو وسقراط وأفلوطين والقدام قوي. لكن اللي اتكتب بيه الكتاب المقدس مرحلة وسط قبل اليوناني الحديث اللي بيكلموه دلوقتي دولتين في العالم اللي هم قبرص واليونان. فالكتاب المقدس مش مكتوب باللغة القديمة بتاعت أفلاطون وسقراط، مكتوب باللغة التانية اللي ما فيهوش مثنى برضه. فلأجل إن الراجل اللي لما جم ترجموا الكتاب المقدس العربي ورجعوه اللغة العربية كلغة بواسطة واحد يعني أزهري اللي هو الشيخ سيد الأسير، اللي عمل يعني متابعة أو مراجعة للترجمة من حيث اللغة العربية فقط، فلعله لأنه العربي فيه مثنى فاحترم اللغة وعمل المثنى هنا. لكن في إنجيل متى ما عملهاش بالمثنى، او العكس. يعني انا لاني مش شايف ايه وده ايه المثنى وايه الجمع، لكن في العهد القديم مفيش مثنى. حتى العبري بيتهيألي مفيش مثنى، انا مش عارف عبري كويس، بس بيتهيألي برضو العبري مفيش مثنى. ازاي عملها في المثنى ازاي بالانجليزي؟ ها؟
both of him, كلاهما. اه انا ممكن اسالك واحد اعرفه كويس بتاع مدرس عهد قديم كويس يعرف عبري كويس لانه يعني الدراسه بتاعته اساسا في العبري، ممكن اساله لك وارد عليك. انا بكرر ما اعرفش عبري كويس. بالظبط كده. هنا كلمه ادم، لا دي واحده، كلمه ادم مش مقصود بيها مسمى الرجل ومسمى الأنثى، ولكن هنا لأن كلاهما من قديم الأرض فكلاهما من التراب، فهنا الاسم مش كاسم شخص ولكن كمصطلح. وفي مرات سابقة يمكن بعضكم يذكر إن قلت دايما لازم نفرق بين الكلمة كمصطلح والكلمة كترجمة حرفية، عندنا عشرات المعاني كده أو كلمات كده، فلو خدت كل حاجة بالمعنى الحرفي هي ممكن يوديني المعنى بعيد قوي، لكن لازم أبص لها يعني بنظرة أوسع شوية. فلعل كان المقصود كده يعني، دي ترجمة أسهل شوية. سؤال حضرتك بيثبت أهمية علم الأساس العلامة أوريجينال اللي هي مقارنة النصوص بعضها ببعض، عشان كده ممكن هو يعتبر مؤسس علم الترجمة والمقارنة للكتاب المؤلف. ده سؤال حضرتك بيخدم أهمية الجهد اللي عمله إنه يقارن سبع ترجمات. على العموم زي ما قال الأستاذ ماجد هو عمل 6000 كتاب، ولو قلنا في كل كتاب دقيقة واحدة يبقى إن شاء الله بيتين هنا الأسبوع اللي جاي مش هنخلص. فيعني علشان ما نطولش عليكم باسمكم جميعا بنشكر أستاذ ماجد على الدراسة الممتعة الجميلة دي. طبعا في كتاب المستشار زكي شنودة عن أوريجينوس الله يرحمه طبعا، وهي طبعا موسوعة الأنبغ لجلية الدراسات الفلسفية جمع فيها أكثر من شخصية كان منهم كتاب عن أورجينوس. طبعا بالنسبة للقبط الأرثوذكس طبعا لو هنتكلم عن الكاثوليك واللبنانيين مش هنخلص. يبقى مرة تانية بنشكر حضرتك وإن شاء الله نشوفكم في مرات تانية نكمل موضوعاتنا بتوسع أكثر. بنذكركم الجمعة الثالثة، آسف الأربعاء الثالث، يعني الأربعاء اللي بعد اللي جاي هيكون معادنا في الاجتماع إن شاء الله. نشكركم وتفضلوا نصلي. بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين. أخيرا يا رب ليس بآخر اسمعنا واستجبنا عندما ندعوك بشكر قائلين أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك.